1982، هيدا بتذكر كتير عزيب مش شوي. كان عندي ست، قلت لك ست ولاد صغير. جوزي وقف شغله بيشتغل على خط التماس، وقف شغله كزائف بتعرف وحروبه. قام جوزي كان مسكر المطار، وجوزي وحداني كان سافر على الأردن. الساعة 2 بالليل سيارة ما في مكتر القصف والضرب. إجا جارنا وصله على الطيونة، طلع بالأوتوكار وراح على الأردن. هلأ شو ترك لي؟ ست ولاد صغار، يعني الكبير ما كانش عمره 8 سنين. تكبيري عندي 3 بنات و3 صبيات، ولادي طفيل. هون توقع قذيفة، هون توقع قذيفة. كنا قاعدين تبقى أرض تحت الشباك، مرة وقعت قذيفة، حملت ولادي سعافين لهون سعافين لهون. أنا نقطع هيك، كنا قاعدين على خط التماس، كنا ببيروت أول شيء. هلأ لما سافر جوزو وعلقت الحروب وهك، وكان في حرب لما سافر، بس ما كانتش هالقد يعني معارك هالقد، كانت رايقة شوي، تعلق وتروح تعلق وتروح. جينا لما جينا سافر وهيك ست ولاد، عمل حاله بدي ابعت له شيء، لا في مثلا اخو هديك تليفونات، لا في شيء. بدك تبعت سجل شريط، اذا حدا رايح على السعوديه تبعت الشريط، ليتقى يسمع الشريط، ليتقى يجي حدا ليوصل لك الشريط، تسمع شو بده يقول لك وشو بدك تقول. حملت حالي قلت احلى شيء يا مره، خذي هالولاد واطلعي على الجنوب فيهم، عندنا بيت بالجنوب. طلعنا على الجنوب، بيتنا يعني كان غرفه وحده، هيك كانت البيوت كلها غرفه ونتف الدار ومطبخ صغير. هلأ جينا ست ولاد، هلأ قعدت بهالبيت، لا تأخذني بهالكلمة، أعمل أكل لأولادي، يجوا هالولاد الجيران انبهلون، يجوا هاك. حياة صعبة صعبة كانت، عرفت شو يعني؟ الاتصالات قليلة، مثلا التموين قليلة، ربط الخبز إذا بدنا نجيبه ضل وقفنا على الفرن قديه ليصحلنا ربط الخبز لنجيبه، مش بهالهين كنا نجيب ربط الخبز يعني. جيب عاود شو جينا عملت؟ رحت اشتريت شوال طحين وصرت اخبز وقلوا لها الجيران. صرت انت تخبز؟ ايه صرت انا اخبز، كنتش اعرف اخبز، صرت علمت الخبز. عندي ست اولاد، شو خليهم بلا اكل ولاده؟ هذا شو يعملوا عندك ناس يقلوا لاولادهم؟ اعطيته، جبت شوال طحين، هذا جيراني، هذا اعطيته كيلو، هذا كليان، هذا 3 كيلو، خليت الي شوي. جبت صاجه وصرت جبنا حطب، وصرنا نجيب هالخبز نعجن، صرت أني أعجن ونخبز، يأكلوا هالولاد، يجوا الجيران، يعني ما لكش قلب ولادك تطعميهم وجيرانك بلا أكل، يجوا هالولاد هالولاد الجيران، نقعد نحن وياهم يأكلوا، يعني أحيان عندي أحيان عندهم. مرت عبات عمي كانوا قاعدين معايا، أحيان مثلا يكون ببيتي 20 شخص، أحيان أحيان يكون 5 أشخاص، أحيان 15 شخص، حسب ما يلفوا علي. ما عندوش بيوت، يفتحوا بيوت ويقعدون معاهم، عرفت شو؟ عندي باي كان، اخواتي كانوا كلهم هون ببرج حمود وغيره، ما كان عنده ولا حدا بيت من اخواتي، اجوا كلنا عند اهلي، واجوا ما حدا عنده بيت، كله يقعد عند اهلي، يقعدوا عند اهلي. خبز منقطع الخبز، ما كان في مثل هلا فران يطبخ بقلة حمص، بقلة فول، يطبخ مشدرة. البلد كتير مميز، يعني قدي مرقنا بمشاكل وقدي مرقنا بعواصف، بدنا نقول مش بس مشاكل، عواصف ها مرقنا فيهم، ومن يعني اشياء كتير كتير صعبة، بس اخر شيء اخر شيء بنقول احلى من لبنان ما فيه، اجمل من لبنان ما فيه الصراحة. هيك يعني بشوف على التلفزيونات وكذا، احلى من بلد الانسان ما بيليه هيك بكل صراحة. تعلمنا يعني لازم الواحد، إذا عريمة بقول المثل، إذا أنت ما تعلمت لازم الظهر يعلمه للإنسان. تعلمنا يعني لازم نحب بعضنا، لازم نعطف على بعضنا، لازم نكون إيد وحدة ببعضنا، لازم نكون حط إيدنا بإيد بعض، لأنه اللي أكبر منك بشهر أعرف منك بظهر. مرق علينا نحن أيام كتير صعبة مش شوي، شو يعني لما تمرق تحت المتراس وبتوقع لك تحت حدك القذيفة، يعني مرقنا قديه بالصعوبات قدام، مرقنا بظروف صعبة، وأجمل من بلدنا ما بلاقي. يعني مش بس أني قلت لك فتحت بيتي، فتحوا كتير ناس بيوتهم، وضبينا يعني نضب بعضنا البعض، ونقعد يعني نعطف على بعضنا البعض. مثلا إذا جاري ما معوش مصاري أنا معي ناوله، هو إذا ما معوش يناول، إذا أنا ما معيش يناول، يعني كتير نعطف على بعضنا. وهالشي وهالولاد نضبضبهم، هالختيري نطعميهم، يعني بدوين يعني لبنان لك قدي مرقنا بظروف صعبة صعبة، بس صراحة أنا أجمل من لبنان ما بلاقي. الشعب اللبناني كتير كتير مميز، وشعب لبناني كتير كتير بحب بعضه،
بنصح نصيحة، كونوا يد وحدة وحبوا بعضكم وعطفوا على بعضكم. انتوا حبوا بعضكم وكونوا يد وحدة. بتشوف خيك ضعيف بتساند خيك، بتشوف جارك ضعيف بتساند جارك. هيك المفروض لبنان، هذا لبنان الحقيقي ولبنان الحلو، لبنان التاريخ الحي.